في سؤال آخر تقول: هناك أناشيد انتشرت في كل مكان، منها بالدف وبالطبل، ومنها بالدف ويصحبه الزغاريد والتصفيق، فما حكم سماع هذه الأناشيد جزاكم الله خيرا؟ حكمها أنه لا يجوز سماعها لأنها نوع من الأغاني والطرب المحرم، ولم يرخص في إنشاد شيء من الشعر مع الدف إلا في حفل الزواج لأجل إعلان النكاح، ويكون ذلك من قبيل النساء. النساء يقومن بورب الدف وبالغناء الذي ليس فيه فتنة ولا تشويب ولا يسمعه الرجال، وإنما يكون بمحيط النساء. نعم.